السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد من لعبه فري فاير. قبل لا نبدا بالفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد من قناتي ان شاء الله. فكره المقطع لليوم، اكو تحديث جديد قادم الى فري فاير. مثل ما سمعتوا يا شباب، اكو تحديث جديد راح ينزل لفري فاير تقريبا بشهر الثامن، اعتقد يعني يوم 11 هيك. خل نستعرض لكم التحديث. وحاليا هسه اني بسيرفر المطورين. أول أضافة عندنا بالتحديث، عندنا كلمة البدء، هلا أشاركم عليها كلمة البدء، هاي بها توهج من النار. ثاني شغلة عندنا فوق، هاي الشحن فوق، مثل ما قاعد أشير لكم فوق، أكو إشارة للإنترنت يقول لك الإنترنت قوي أو ضعيف. وقدامكم يا شباب الإنترنت يمي ضعيف وما أدري متى يصير زين. ننتقل إلى ثالث أضافة وهي المتجر. يا شباب المتجر اتغير مثل ما قدامكم، تقريبا صار مثل الخزنة، وهاي الغرض البي. وبعد اكو اشياء تغيرت بالمتجر، عندنا استعراض الأسلحة، يعني هيك يعرض لك مزاياها واشياء بها مثل ما هي قدامكم، ومنها تقدر تهدي هدية لصديقك. وعندنا هذا، هاي الأسلحة والتوكن خاص بشيء ثاني هسه راح أقول لكم عليه. لحد الآن إلى وصلنا لثالث أضافة، ورابع أضافة ويانا هي تروح للإعدادات الصوت نشط في خلفية الجهاز. نجي بعد تشغيل الوضع النشط في خلفية الجهاز، ستستمر الدردشة الصوتية حتى عند تحويل التطبيق إلى خلفية الجهاز. يعني من تطلع للعبة ويظل اللعبة، يعني تصير خارج اللعبة ومشغل هذا الميزة، راح تقدر يعني تتداخل بالفريق ويا أصدقائك، تقدر تحكي وياهم ويوصل الصوت، وصوتك يوصل لهم وهم يوصلون يوصل الصوت لهم. هسه نجي للإضافة الخامسة، هي يا شباب نزول مود الزومبي. بس ثواني، هذا يا شباب مود الزومبي رجع للعبة فري فاير، بس شوي الإنترنت. وهسه راح نطب وياكم أراويكم إياه. طبعا يا شباب ذيك الاسلحه من ساعه استوراتكم يا، قلت لكم شنو فائدتها، تجمع العمله منها وتشتري مثل ما هاي قدامكم، تشتري هاي السكنات للاسلحه بتجميع العمله من خلال لعب مود الزومبي. هسه يا شباب راح ندخل وياكم جيم. بس ننزل جيم يا شباب براويكم مود الزومبي. ومثل ما شفتوا يا شباب هذا مود الزومبي، تجي لهنا تشتري لك سلاح، وفوق الانترنت يقول لكم شلون الانترنت كلش ضعيف، تشتري سلاح، وهاي السلاح الموجودة تختار وحدة من هاي المميزات، وهاي السلاح مال الزومبي، العفو شوية الاعدادات يا شباب ما نضبطها، وعندك هذا العداد فوق بعد تقريبا 5 ثواني ويبدل بيهم. هذا طلع العداد، خلنا هذا السلاح افضل. وهسه قامت الزومبي ترسبن، بس مود جميل، لعبة تبي يستمتع بها الكثير من اللاعبين. مثل ما شفتوا يا شباب هذا مود الزومبي. خلونا ننتقل للاضافة اللي وراها، ويا شباب الاضافة اللي وراها هي تحديث في خريطة باث بر مودو. هسه راح ننزل وياكم ونراويكم شنو التعديل اللي صار، وهو هذا تقريبا افضل شيء في التحديث مال فري فاير. ينزل جيم ونرجع لكم. هنا يا شباب جيناكم الى ساحة الانتظار، مثل ما هي قدامكم شوي مغيرين ساحة الانتظار، هنا كانت مكعب صار بويا واللون متغير، بس تمنينا لو يغيرونهم لان مزعجة بها الصوت كلش عالي. ويا شباب حسوا مزعجين الجيم، نقول لكم شنو الاضافة القوية الاسطورية. ويا شباب مثل ما هي قدامكم هاي خريطة البيك تغيرت. ويا شباب هاي اضافة اعتقد جديدة من تنزل عدة سلاح، هسه مثل ما قاعد تشوفون اللاعب لازم سلاح. ويا شباب خاف انزل واكو ناس لاعبين. هاي خريطة البيت من فوق، اضافة جديدة مغيرينها، حاطين كل البيوت ومسوينها بيت واحد، اضافة كلش حلوة وجميلة.
وتقريبا راح تجذب اللاعبين انه يلعبون برمودا، لان اكو ناس اللي ما يحب برمودا، بس ثواني بس اذا مش داعي مثل ما قاعد تشوفون يا شباب، هاي البيك قدامكم يا شباب، التحديث الجديد صاير عليها. ويا شباب هنا رجعنا لكم، حاولت تنزل هواي ما اقدر، الانترنت مثل ما قدامكم كلش ضعيف، فلازم انشر لكم فيديو. اكو تعديل على البيك، مسوينها بيت جديد وبيت كبير، راح احط لكم صور اليه ولقطات. والتعديل على الفاكتوري هو بس من تريد تصعد للفوق، اعلى شيء بالفاكتوري مغيرينه، مخلينا ما تقدر تصعد للفاكتوري. والتغيير بالمطار مخلينه سطح واحد، ماكو صعدات ونزلات. وانتم تقدرون تدخلون له سيرفر مطورين وبنفسكم تتاكدون من عده. ويا شباب تقريبا غطيت لكم كل التحديث لحد الان، واسف اذا كان الشرح مو كلش قوي لان الانترنت كلش ضعيف عندي. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد وكتابه تعليق جميل. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، مع السلامة، دمتم سالمين.